السلام عليكم شباب بنات، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم مقطع جديد. مقطعنا لليوم عرض على لبسه السلطعون، لبسه مجانيه ودائمه وكثير حلوه. ما عليك غير تسوي المهمات اللي موجوده هون عشان تحصل على دلوه المياه وتقوم باستردادها باللبسه، او تقوم باستردادها بطعام الصقر او بالراس او بالسكار او بالصندوق الكلاسيكي. فطعام الصقر مطلب منك 2 دلو مي ولبسة 280، والراس 100، والسكار مؤقت 10 ايام 25، والصندوق الكلاسيكي 15. الصندوق تقدر تعمل له استرداد مرتين، اما طعام الصقر تقدر تعمل له 30. هذا العرض موجود على بلدة تايبي الصينية، راح اترك لكم رابط في بي ان بالوصف. والعرض هذا مش ضايل له شي غير 11 يوم، يعني بلش العرض اليوم وراح يضل له بس 11 يوم. لازم تعمل المهمات كل يوم وتخلصها كلها عشان تحصل لبسة السلطعون والراس السلطعون. واذا عجبك المقطع عمل لنا لايك واشترك بالقناة وفعل الجرس عشان يوصلك المقاطع والعروض الجاية. انشر المقطع مع اصحابك عشان الكل يستفيد، والسلام عليكم.